ايجابيه. يعني بصراحه الارقام ادي، بص مثلا 350 جنيه اشترى العدودات الجديده اللي تم رفع قيمتها، ايوه تمام، ده في سنه اهو 350 مليون صح؟ ايوه تمام، الاشتراكات نفسها زادت وحققت رقم. طيب انا في البدايه مش عاوز ابان ان انا اللي جاي، لا ان انا جاي لهاجم الميزانيه، لا تحكي يعني هو انا جاي او احنا هنبقى في الطرفين؟ لا 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 اه يعني عشان لا لا بس لا ايه، احنا طرف على واحد. عيني وعلى راس الميزانيه كلها زي الفل، ولا حد يقدر يتكلم لا 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 فيها وليه يعني على مثلا هنا ميزانيه حاطين لك كده؟ خسائر 52 انا مليون بقول لحضرتك اهو كوره والنشاط الرياضي ميزانيه زي الفل، انا ما قلتش حاجه. لا رايك عايز فيها ايه؟ طيب ما في حاجات تانية جت زي الغرامات اللي خدناها من بيسرو مثلا، ما بيسرو ساب النادي، الغرامات بس دي هو لسه ما جاتش الفلوس يا ست اليوم، بس هو اللي مشي. ما انا بكلمك لسه ما جاتش الفلوس. ايوه لكن هو الراجل انا بس بيسرو هيدفع الشرط الجزائي، هو اللي مشي، هو اللي ماشي ودافع الشرط الجزائي، وبعد الراجل حطينا في الميزانية. اه ماشي، في حاجات تحصل هتحصل، احنا بنتكلم مليون اصل دي مش ميزانية. بص عاوز اعرف حضرتك، لازم انت، انا شايف حاجة غريبة جدا في حاله تركيز مع ميزانيه النادي الاهلي، ومفيش حد جاب سيره ميزانيه نادي الزمالك، والزمالك مش عنده جمعيه عموميه برضه في نفس الوقت. بس هو دي الاضخم وبيقال ارقام كبيره لا جدا. لا 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 بص يا كابتن حازم، مش هنبرر تمام، ده سيناريو محبوك و10 على 10 اهتمام عالمي ببرامج، وكانه مثلا جمعيه عموميه النادي الاهلي اللي محدش يعرفه، وانا بقول اهو وانا شاهد على التاريخ، ما فيش حد يقدر يوجه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لا يوم، وانا ولا حد يقدر يفرض عليها راي، ولا حد يفرض عليها، وهي اذكى مما تتخيل. لكن اللي انا شايفه فعلا انه في حاله ضغط اعلامي رهيبه للتصوير ان المجلس مظلوم. علشان ما انا بتكلم بقى، سيبنا الكلام، مجلس مظلوم ومجلس مضغوط ومجلس جماعه عامل اهو، وفي طرف تاني احنا ما عارفينهوش. ما لو في حد يطلع يقول لنا لا بس الكلام يا استاذ محمود دايما ان المجلس ده بيحارب من يعني مش من المجلس القديم، ولكن من رجاله لا المجلس لا القديم. لا انت حضرتك تقولها، ما انا بقول لك عاوزين نلمس من رجاله المجلس القديم ان مش سابين الناس تشتغل على طول، دايما في مقارنه يعني بناس قعدت 20 سنه و15 سنه ودول لسه ناس لسه جايين. ايه هي فين المقارنات؟ احنا دايما في مقارنات، هم ما الناس دي ما بتفهمش في الكوره، الناس دي ما عندهاش تجربه الكوره. سؤال بس يا كابتن، مين هم رجاله المجلس القديم؟ لا انا بقول الحاجات اللي بتقول اللي انت بيتقال اللي هو حاجه تسمعه زي وانا بسمعه زيك اللي هو عاوز انا عاوز المسه. يعني عاوز تيجي تقول لي ايه؟ في جبهه معارضه في النادي الاهلي وبيقودها فلان وفلان وفلان وهيعملوا كذا كذا، مش لاقي فيه معارضه. ما المعارضه تبقى لها رموز لها واضحه. يعني مثلا ايام ست اللواء لما كان واخد موقف في مجلس حسن حمدي، كان الراجل بيطلع وبيروح وبيتحرك وبيظهر وبيشوفه في النادي وبتلاقي مين اللي في النادي الاهلي حاليا جبهه معارضه بيواجه. انا عاوز اقول اولا انا هقول لحضرتك للامانه المطلقه، وانا كانوا بيقولوا عليا زعيم المعارضه وانا ضد حسن حمدي، انا ما كانش خلافات على فكره بيني وبين حسن حمدي اطلاقا، في سبيل النادي كلنا يعني. النادي الاهلي بنحبه. طب هل في اسامي، خلينا نخش عشان ما نطلعش بره الموضوع، هل في اسامي شايف ان حضرتك في معارضه بتعمل معارضه للنادي الاهلي زي ما الاستاذ محمود بيقول؟ الحقيقه انا مش شايف في معارضه، مش شايف في معارضه. ده اللي بقول لك عليه، ليه برضه مش شايف في معارضه؟ لان انا مش شايف مواضيع نقدر ننتقد فيها المجلس الحالي الا في السلبيات اللي انا هقولها. حلو الكلام. انا هقول لحضرتك ايه السلبيات برضه اللي انا كرجل بنتمي للاهلي. بس محمود يتكلم كام حاجه وكلام كده، احنا ماشيين صح؟ مفيش معارضه، مفيش ومفيش حاجه. ده يؤكد لك عليه، انت خايف ليه؟ انت مرعوب ليه؟ هو مرعوب، انت عامل الدعاء مرعوب، مرعوب مش مرعوب. النادي الاهلي بيحتفل اليوم بمرور 109 عام على انشائه. ايه الكلام ده؟ هو دايما 100 ها؟ دايما بتبقى مئويه. طب السنه اللي فاتت ما احتفلش ليه النادي الاهلي ب 108 عام؟ طب السنه اللي قبلها ما احتفلش ليه ب 107 عام؟ اشمعنى النهارده وعامل فتح يا جماعه النهارده ويومين ثلاثه في الاسبوع الجايين احتفال بمرور 109 عام؟ طب عامل كرنفال، ما انا هتكلم إيه في دي يعني؟ ما انا بتكلم يا ست اللواء، انا بتكلم راجل كمتابع وملاحظ، انا بقول لحضرتك انت إيه؟ شايف ان هو انا شايف حاجات غريبه بتحصل، شايف انت خايف ليه؟ خايف هيدون حاجات، خايف من الجمعيه العموميه ليه؟ ماشي. وعامل فيلم اللي احنا عاوزين نحكي فيه برضه، فينها بقى نظريه المؤامره ومين هم المتآمرين؟ قول لنا عشان احنا نمسكهم. لكن انت تقول لي ايه؟ انا ما عنديش خبره ان انا اتعامل، اقول لك ما عندكش خبره تعامل، مش عارف اتعامل مع الاعلام، مش عارف اتعامل مع الاعلام، اي خبر في معلش مع في اي موقع مش معروف قوي بيهزني وخليني اقفل الباب على نفسي واشوف ارد ازاي. اي خبر مش عاجبك، حاسس بالكلام ده كله؟ ده مش حاسس بالكلام ده، ده هو الواقع. النهارده السيد رئيس النادي اشترى برامج وقنوات بعينها هدفها لمن يختلف معه هو سب وشتمته ليل ونهار. ده الموضوع خطير. انا بكلمك وبالدلائل والقرائن، وده مش جديد عليه. زي ما كلف قنوات سابقة بمهاجمة وكالة الأهرام للإعلان شخصيا لهدها باستخدام انه الزمالك بيشتكي، خلاص دلوقتي
بيزج بمثال ضدي واحد واثنين وثلاثة من الصحفيين يبقى لازم يتهاجموا، واجيب واحد للأسف ليس له تاريخ في الإعلام ولا حد يعرفه وشخص مسخ أصلا، يعني لما تيجي تتكلم عن ما لهوش أي تاريخ ويجي يهاجم فلان ويتكلم على فلان، وأصلا احنا مش عاوزين نخوض في سيرة الناس. لكن عايز أقول إيه، لو امتلك رئيس النادي الشجاعة في انه عنده ثقة في الجمعية العمومية يقعد في بيته محط رجله عليك، انا جايب 570 مليون واللي عاوز يشيلني انا بكلمك اهو، اللي عاوز يشيلني يشيلني واقول لهم مش شاكلين، مين اللي هيقدر يشيله اذا كان النادي كله بتاعك وانت مسيطر عليه، كل النشاط الرياضي والفرق والمدربين بتوعك. انت شايف ان رئيس النادي خايف من الجمعية العمومية؟ خايف، انا عاوز اعرف، ما انا مش لاقي مبرر. انت حاجة شايف انه خايف؟ لا ده خايف، ده مش خايفه بس ده انا عاوز اقول لك الكلام اللي انا بسمعه كلام حاجة يعني مش معلش انا عاوز اضحك. ليه طب انا عضو في النادي هرفض الجمعيه هرفض الميزانيه ليه؟ انت حاجه هترفض الميزانيه؟ لا، من قال لك ان انا هرفضها؟ بقول لك هرفضها ليه؟ يعني هرفضها ليه اذا كنت انت راجل بتقول محقق 259 مليون وبتقول لي انا عايز فايض في الخزينه 102 مليون؟ ده كلام جميل. لا 259 مليون، لا عنده فايض سايل السيوله، ده سيوله ماليه، ده الرقم برضو اللي انت تقف عنده. عندك 102 مليون سايل جدا برضو، ده كويس. ما ده كويس. طب ما سددتش مستحقات اللعيبه ليه؟ انا هرد على الكلام. من 3 سنين بعد اذنك. طبعا طبعا. انت كل يعني حاجه انت هترد عليها ماشي، ما سددتوش ليه؟ طب واللعيبه المعتزلين اللي زي سيد معوض وبركات ما خدوش فلوس ما سددتوش ليه؟ طيب دي حاجه. هرد على والمدرج كلام. النادي اللي قاعد هيقع وبتجيب فرقه بملايين ومش راضي لا تجدد المدرج تشطبه ولا راضي تهد ده. طب لما تخلص. طب والضرايب عشان ما انساش، عشان بس عشان ما انساش يعني نقطه اقدر ارد عليها. والضرايب اللي هي جزء اللي هي دي الضرايب هي الفتره دي، في فتره الضرايب فاتت اتقصت انت بقى، والفتره الضرايب يعني اقنعني طيب بانك انت عندك سبب ده. لا يعني عاوز تقنعني تقول ليه انا خايف من الجمعيه العموميه انها ترفضني؟ تبقى في حاله واحده لو انت شايف نفسك ما عملتش حاجه، لكن انت شايف نفسك انك انت لا بس حضرتك قلت كام حاجه عشان في البوينت بالظبط. لا اتفضل، لازم ارد عليك. في فلوس كده، في سايل فلوس.